اليوم حنحكي عن أحجام الكواكب والنجوم بتقنية الواقع الافتراضي اللي سويت لكم إياها. فيكم تحركوا الفيديو باستخدام الماوس أو بتحريك الهاتف. بتمنى أنكم تعملوا لي سبسكرايب حتى ما تهضموا لي حقي. وسنبدأ بالقمر، يبلغ عرضه 3500 كيلومتر، درجات الحرارة عليه طبعا متدنية. بعده فيك تشوف عطارد بعرض 5012 كيلومتر، يكبره بالحجم قمر المشتري. ثم كوكب المريخ بعرض 7000 كيلومتر بدرجة حرارة ما بين 23 و120 ناقص، وهذا الشيء اللي بيدفع ناسا لتركز عليه لأنه أقرب لكوكب الأرض من حيث درجات الحرارة، وهذا الشيء بيعطينا إمكانية النجاة عليه. يليه بالحجم كوكب الزهراء وبعرض 12500 كيلومتر، ويكبره حجما أصدقائي كوكب الجميل المليء بالقتل والدمار، إنه كوكب الأرض بعرض 13000 كيلومتر. ثم كوكب كوبلر بعرض 31000 كيلومتر، الكوكب المائي كوكب نبتون 50000 كيلومتر. بعد هيك بدنا نشوف هلا أورانوس الكوكب المتجمد بعرض 51000 كيلومتر. أوبلا، زحل بعرض 123000 كيلومتر، المشتري بعرض 150000 كيلومتر، وأخيرا الشمس العملاقة بعرض 1,400,000 كيلومتر. لم ننتهي، يليها بالحجم كوكب سيريوس أو نجم سيريوس 2.5 كيلومتر. أوبلا، التوأم المؤخر 12,800,000 كيلومتر. صدقوني إذا بدي أضل أحكي لكم عن حجم الكواكب ما بنخلص، حتى آخر كوكب شفتوه اليوم قدامكم هو لا يمكن إنك أنت تشوفه بالعين المجردة قدام باقي الكواكب بالمجرات. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ونحن البشر نقتل وندمر ونحسب أننا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في قناتي ودعمي من أجل متابعة الحلقات القادمة. أنا أحمد وردي وإلى اللقاء أحبائي.